قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، وزاد عليه الصلاة والسلام في الجواب، مع أن البلاغة أن يكون الجواب مطابقا للسؤال فلا إخلال ولا زيادة. وكونه عليه الصلاة والسلام يزيد هنا هذا من باب الإقناع الذي يحتاج إليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم أن السائل بحاجة إلى مزيد علم في هذا الأمر وهو النذر، فقال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم.